لون ذكر الله خاليا ما حد يشوفه. ففاضت عينه، فاضت عينه، شوف دمعه، خلى الله سبحانه وتعالى له ظله، يظله في ظله يوم لا ظله الا ظله. فهذه مرحله عاليه. اليوم نبغى نسولف في البدايه عن الخبيئه، وش يعني وش معناها عندكم، وش اثر الخبيئه الصالحه هذه على الانسان. ونبغى كذلك مشاركات جمهورنا العزيز في هاشتاج البرنامج الناس والليل 89. نبغى نسمع المواقف والقصص حول الموضوع هذا. صراحه موضوع يعني ذو شجون، وموضوع رائع جدا ومحفز. ومثل القصص هذه والمواقف صراحه تحفز الناس انهم يجعلهم خبيئه عمل صالح. كلنا نعمل الصالحات باذن الله، لكن كلنا مقصرين، لكن لابد شيء لا يعلمه احد سوى الله سبحانه وتعالى. اسال ابو عمر. والله شوف، يعني النبي عليه الصلاه والسلام بيوم من الايام جلس مع اصحابه، قال كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى. تكلم واحد منهم، ومن يأبى يا رسول الله؟ يعني بهالسهولة، ويعني بهالسهولة إنه يأبى، هو اللي يأبى، يعني كأنها حتى بالصياغ اللغوي إنها سهلة جدا، وهو الشخص اللي يرفض نفسه، يعني هو اللي يدفع نفسه عن الجنة. قال من أطاعني فقد دخل الجنة، ومن عصاني ومن عصاني فقد أبى. زين، لازم نكلم نشيله كشنة ونشوف طريقه ونطلع للمكان. ومن عصاني فقد أبى. فالمقصد ان الجنه سهله، صح انك يعني تجاهد نفسك في امور كثيره، لكن بالنهايه هذه سجيتك، والله فطرك على فطره انك تعبده. لو الجنه ما يدخلها الا الاغنياء، لو ما تدخل الا بالفلوس ما دخلها الفقراء، ولو انها ما تدخل الا بالجهد العظيم كما دخلها المرضى. ومع هذا كله تجد اكثر اصحاب الجنه هم الفقراء. يا سلام، حتى المقدمه هذه